يقول أنا إمام مسجد في قرية من القرى، انقطع الماء في القرية ولم نجد ما نتوضأ به فتيممنا، وأثناء الصلاة علمنا برجوع الماء، لكني لم أقطع صلاتي، وبعد الصلاة قال لي بعض الإخوة لكن ينبغي لك أن تقطع الصلاة ما دمت علمت بوجود الماء، فما هو القول الصحيح؟ الله جل وعلا جعل التيمم عند عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا وجد الماء بطل التيمم، لكن إن وجد الماء قبل الصلاة فإنه لا بد من الوضوء، وإن وجد في أثناء الصلاة فإنها تقطع أيضا ويتوضأ المسلم ويصلي. أما إذا لم يوجد الماء إلا بعدما فرغ الإنسان من الصلاة فصلاته صحيحة ولا يعيدها. نعم. وما حكم الصلاة بالنسبة لهذا السائل؟ عليه أن يعيد الصلاة، يعني وجد الماء قبل أن تتم الصلاة فيعيد الصلاة.